هاي جاي الجلالي رانا عندك خرجوني في الجرنان ونتنقلوا عند الجلالي خالي خوف ومسكين يا ابوي جلاليل ايه لك لو طعامي ورقدوا في فراشي ايه لك لو طعامي يا سليمان ورقدوا في فراشي وما طلعوا عليا ما قالوا شوفوا ذاك المظلوم نترجى في احبابها مصطفى حتى حبيب ما جاني وما جاتني مريا ما جاني تليفون جمعين عليا فالقاوي وقالوا دارها عرض طول وانا امام الله الصافي وربي هو اللي داري ايه مجمعين عليا فالقاوي وقالوا دارها عرض طول يا سيدي ايه وانا امام الله الصافي وربي هو اللي داري وعدي وربي يحكم على القلوب ما يحكمش على القلوب يا خرجوني في الجرنال ودار شرعت عمي دار شرعت عمي وكاينه قصيده راديو 10 عامين راحت وخلتني ايوه